السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا وسهلا بكل الأخوة والحباب والأصدقاء، تبارك الله عليكم. إن شاء الله تترككم الأستاذة القديرة للتنا العالمة ديالنا والفقيهة ديالنا والإمامة ديالنا. نعم قولوها صاحبي. الله يا ودي، النبي صلى الله عليه وسلم قال في واحد الحديث: لا تعينوا عليه الشيطان، والعكس فهمتي، يعني خصنا نشجعوا صاحبي سيادنا هادو، والله سيادنا، وبهادو باش ربي العالمين يرفع لنا عندنا البلاء. خليكم مع الأستاذة القديرة لالاتي مولاتي هدى النحيلي، اللهم بارك، وهذا كله من الله، تقدمي مشكورة. أنا أدعي للناس اللي في إسبانيا واللي في أمريكا واللي في فرنسا، كندعي لهم بزاف. أنا كنتمنى أن الله يحيد هذا البلاء، كنتمنى بزاف، كنتمنى أن يحيد ربي هذا البلاء، وكندعي معكم بزاف. دعوا ربكم وصليوا صلاتكم في الوقت، في الوقت، وادعوا ربكم، وادعوا ربكم. السلام عليكم متابعي قناة أبو حفص الحيلي، مرحبا بكم. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى دعم المقطع بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، اليوم سنتكلم على مرض كورونا فيروس. أتمنى أن الله يرفع هذا الوباء، وقنا شر الداء، ونجينا من الطعن والطاعون والبلاء. سأقول لكم دعاء ستقولونه ثلاث مرات، وهو: تحصنت بذي العرش والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء، وقنا شر الداء، ونجينا من الطعن والطاعون والبلاء، بلطفك يا خبير، إنك على كل شيء قدير. سأقرأ سورة من القرآن الكريم بنية أن يرفع ربنا هذا الوباء. سند: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي، وعدوكم
هذه النتيجة الفقهية ديالنا لالا مولاتي فاطمة النحيلي، اللهم بارك. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله.